بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله: يرسل عليكما بشين إلهي وحكس والدراء شواض عليكما تثنيذاس وليوح على الله هذا الإنسي جنقي إنسي جنقي على الله هذا. يرسل عليكما بشين وحا اللقص والدراء شواض هلع يا اللقص والدراء هلع عاسو من نار نار حقي ذكاء هذه والنحاس قيق نوى اللقص والدراء أما النحاس مار للدلالي مار للدلالي أما قيق لبضب لقاهان وكوي ماذا أريق النحاس ولجيدة مركة وحوي اللبا معنبا آيادا ويكون معنى يان علماء المفسرين تقاركدوا حليه: يرسل عليكم شواذ من نار والنحاس. ولجيدة لقليه يوحي تهي وتفسيرك إمام القرطبي رحمه الله تعالى سيد أسقو وكفسري وحليه مركي قبورها ذاتك اللقصه صاره وابن آدم كاللسون نوريه دين عيده ذا وحال لقدقى قيق يهلع أي ذاتك دين عوده إلهي قدقى سبحانه وتعالى سي قفنا أوسن مالك لأقول ليحن قفناك مالك لسي أوسن أقول ليحن إلا موقفك حسابك ماهن تاس أوس عده ماشا لقو حسابنا يمويه مالك لأوسن أقول ليحن تاس معنوه معناه كلو حوي ووعيد للمجرمين والعاسين قبور يلقى هذا الماء مركي لسوس عليه وهنجباد إلهي وهنجبيو ضدك إلهي كعاسيي سبحانه وتعالى عذاب كودي ضدك عاسين تا إلهي كعاسيي عذاب كودي إلهي تلماميو إلهي وحوله يرسل عليكما دشينا وحلو صدر إنسي جنك هداتهين شواض وهداد إلهي كعاسسا هل عالو صدر هل عاسو من نار النار حق ذكاء هذي والنحاس يمار للدلالي أما الطيق مار تاصل للدلالي اللي نكو عقابه هداد إلهي عاسسا فلا تنتصراني من أرقدن كرتان وإلهي هذا أودي سيدن كو عقابي يادو قبسن كرتان يادسك أرقدن كرتان هذا دي عاسسان أود داسان لأيهاي سداسان إذين عقابي يا إلهي لي سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما ربك النعموين كي ستيبا تكذباني أتكبيني نيسان. فإذا وقتك انشقت السماء سمد مركي الدلاء عضو أو يفلفليرنته أو يدل دلاعده ما لنت قيامها أو فكانت سمد أيهاته وردة أبح في الحمرة جامعة أما وش شبه وحوي وفي الحمرة جدودك سمد هذا ماذا بكده أزرق أيها أما بلوك أيها ما لنت قيامها إلهي حينه شيء إنه هرت دل دلاعيس هذا يدل دلاعدنا ماذا بكن هذا ويسكب الدلايو وبح جدودنا وكلا إنه قنص ماذا بكده جدود دين شرا إنه قن سمد هذا جدود دين شرا أي يسكب الدل مو قال كده نوا يسكب الدل هو ويدل دلاعي لإلهي لي سبحانه وتعالى. فإذا وقتك انشقت السماء سمدو أي دل دل عليه في الفليرنته وفكانت سمدو وردة أيهاته أبح في الحمرة أي لم يدن قطع حق جدودك كالدهان أو كلا أيهاته سليد أو كلا أي نقطة دهان وحان معنيني جمع الدهن دهن لغو جمعيه دهان وفعل لغو جمعيه فعال كالدهان سليد وكلا اي نغطة سليد ومحي لميتا سليد محال لغو شبهة يعني حق الدلالك حق الدلالك سليد وطلالشان وغورغوريس سمدا سيدا نحوق بضان وجرمي قيدو ساق وحوق بضان يهي سليد دلالشي وكلا اي نغطة وابابي يدر وحماشا كهر ايبا ملحم سليد دلالشي وكلا اي نغطة دهان مركب وحان فسرني جمع الدهن دهن لغو جمعية دهان أما كالدهان أو كلا أي نقطة مقار جدودا مقار جدودا ومقار جدودا مركا هذه لغو معنيه وتوكيد للتشبيه السابق تشبيه هراء لسي حوجنا أما لسي أدخينا هو تشبيه سوحا لغا قاتي وردة وحاجة جدودك أي مقار كنوا جدودين يساقون مقار جدودا. فبأي آلاء ربكما ربكين نعموين كيستيبا
تكذبان أتكبين إنسان فيومئذ ما أنت السمد أي فالفلير ميسى السمد أي دلدلاع عيسى لا يسأل لما ويديه عن ذنبه ذنب جيسى إنس قف بن آدم ذنب جيسى لما ويديه ما أنت ولا جان جننا الذنب جيسى لما ويديه الإله سبحانه وتعالى وحنوش يجي مال انتاس جن ينسي قف سؤال لو يدينا يوم الله آية ضبضنا وحنوك سوق هذا الناس سؤال إنه يجرته فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقفوهم إنهم مسؤولون آية ده هاسي آية ده سيلا وجمعين علماء المفسرين توحيليهم وفي بعض المواقف مواقف يسألون وفي بعض المواقف لا يسألون ما لو حاجر مركي ددتك ويسوان مريان وح سؤال عن السؤالين قل ليها سؤاشي وإذن كهو الرئيسة سؤاشي وإذن كهو الرئيسة مواقف وحاجر هدنا وحلقوا سؤالي وموقفك وقدم بي موقفك وقدم بينا وموقفك وحلقوا سؤالي فيومئذ ما لنتاس لا يسأل عن ذنبه ذنبه سلم ويديه إنس ولا جان إنس إيا جن فبأي آلاء ربكما ربك النعموين في ستيبة تكذبان أدبين نيسان يعرف المجرمون كوي مجرمين تا إلهي كعاسيي والله قرتا مالين تاس بسيماهم على مدى إليهن الغو قرتا على مدى الغو قرتا أو وجيغا كمدو إنه هو بلغ وبلغ بلغ وعقارينهن إنه هو عقارينهن wajiyadu way kamadawiyeen lacnada wajigooda ka muuqata ihaana iyo dulli ayaa looga soo shiriyaa qabuurta markii laga soo saarayo calaamo ay leeyeen soocan sida dadka ahlul jannahaaba calaamo ay u leeyeen wajigooda uu nuuraayo oo wajigooda uu iftiimaayo oo farxad iyo dhalaal wajigooda uu ka muuqanaayo iyagana murugo iyo wajimadow iyo lacnad ayaa ka muuqata mujrimiinta maalintaas calaamadaas lagu yaqaan maadaama calaamadaas lagu yaqaan فيوخذوا والله قبتا بالنواسي فولها أشنا وحي عوض كتاهي إضافتي أي بالنواسيهم أي أصل كواها فولها هذا والله قبتا والأقدام وأقدامهم قمدوا هذا والله قبتا فولد إيو قمد أنت اللي سكو قبتا اللغة إيو فولد اللي سكو قبتا النار تلقو التورا والذين يقانا للي على مدو ذا اللغة ملايك تأستان تأسى الله سمينا مركاس أي هالكاس مدحا إيو اللغة أنت سكو قبتان أي هالمر التورا النار تلقو التورا فبأي آلاء ربكما ربك النعموين في ستيبا تكذبان أتكبين نيسان إنسي يجنك هداته هذه التانيه جهنم جهنم التي جهنم داسو يكذب بها جهنم دا أيبين جرين المجرمون مجرمين تو أيبين جرين واتنا لليه ندي أتفضل ديسين جرتين كجيس جيس جرتين واتنا قلع يضوفون ويوريك سدان بينها جهنم الدحديدة هي وبين حميم بيا كلول أنت أود حيسة أنت هسي أود حينا يعني دح وريجا بيا هاس كلول آن أي متغير إسبدلي إسبدلي متغير أو وحوي عرن كي أهل النار كي قرن كي وصخدو دي أي بدشي بيه مذب كودي أما آن شديد الحرارة كل الكيس ودرنيه يضوفون وي وريكسدان بينها جهنم وبين حميم بيأكل الانت ودحيس لما داس عذابي ودحيان بيأكل نفته ذو عذاب بيأس كلولو آن ايس بدلي وملاح دي ديقي يماشي وحيالها سلقو بدلي ملب كودي يردن كودي بلقو بدلي فبأي آلاء ربكما ربك النعموين كي ستيبا تكذبان اتكبين نيسان ولمن روح وحاوسق نادو إلى الله سبحانه وتعالى روح أسو خاف عبصدي مقام ربه ربي جيس هرستاجيس كعبصدي أنتوا أدبيا تجوا أدبيا أنتوا جوا قفكي ربي هرستاجيس كعبصدي وحاوسق نادي جنة ثاني لب جنة لي هل جنة ما لا شدتك كلا هل كجنة لقسينا يو لب جنة لي لب ذا جنة لب معنى العلماء المفسرين توي كفسرة معنى وحوي روح كستو إلهي كعب سلي ددوينه دن أنت إلهي كعب ستي دن لبداس جنة كده حيا ومعنه كل قدرت كده لبداس جنة كده حيا والله بجنة أو صاف قارلي
tilmaamo gaar leh naciimkooda uu ka badan yahay naciimka kale oo jannooyinka kale. Jannooyinka kale naciimkooda uu ka badan yahay tilmaamo gaara iska leh. Marka dadka saalixiinta ah oo dhan khawfkana waxaa loola jeedaa waa khawf yacni gaaray heerkii iyo mustawihii ilaahay uu rabay, waa dadka la yidhaah muqarabiinta, dadka kala cabsi badan oo kala cibaado badan oo kala khashiyo badan. Marka dadka muqarabiinta la yidhaah oo ilaahay u dhow subxaanahu wa tacaala oo cabsida meesha ugu dambaysa la yimid, kuwaas way kuwaas waxay leeyihiin laba janno, kulligooda labadaas janna ka dhexeeya. Macnuhu macnaha labaad waxa weeye halkii qofba laba janno u leeyahay, halkii qofba oo khashiyadiisa iyo taqwadiisu ay ziyaado ahayd oo dadka dheeraad xagga taqwada kulahaa, halkii qofba wuxuu leeyahay laba janno, halkii qofba laba janno, taasaana loo badan yahay. Halkii qofba laba janno inuu leeyahay, labadaas janno marka waxa weeye waa naciim yacni mar walbaba meeshan maruu taga, middan haddana dadkii asxaabtiisa ahayuu haddana yacni ku qaabila, middan wuu joogaa marba meeluu isaga damaashaad. Labada janno waa markii la yidhaaho yacni qof walba laba jannuu leeya oo muqarab ah, taasayna culimmadu u badan yihiin. Waliman ruux waxaa u sugnaaday ruuxaasoo khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigii hor istaagiisa ka cabsaday jannataaniya u sugnaa laba jannubi. Fabiayi alaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teeba tukadibaani aad ka beeninaysaan. labadaas janno dawaataa afnaanin laamo u saaxiiba, laan haddii la sheegay oo aqsaan la sheegay waxaad meesha ka fahmi geedna inuu jiro oo la harsanayo, geedna inuu jirana meeshaad ka fahmiyo waxa weeye geedo waaweyn oo laamo balbalaaran leh ayay janno walba ahi leedahay. ruuxaas muqarabka ah oo ilaahay loo dhoweeyey subxaanahu wa tacaala uu iska leeyahay. fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani aad ka beeninaysaan. fiihimaa labadaas janno addoonkan muqarabka ah oo alla ka cabsigiisu dheeraad ahaa uu iska leeyahay, labada janno waxaa ku sugan caynaani laba ila biyood, laba ila biyoodaa ku sugan, labadaas iloodoo tajriyaani ee iska soconaayo, laba ilbiyaaho iska qulqulaayo ayaa ku sugan labada jannadana waxa weeye laba ilaa ku sugan biyaaho qulqulaysa, janna ilbiyaaho qulqulaysa ku sugan. fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teeba tukadibaani aad beeninaysaan. fiihimaa labadaas janno oo addoonkan muqarabku uu leeyahay waxaa ku sugan min kulli faakihatin qudaar kasta kulligeed xaal uu ka ahaaday zawjaani laba nooc ayaa labada janno ku sugan, qudaar kasta laba nooc, qudaar kasta laba nooc ayaa ku sugan. labada nooc waxa weeye waa nooc markaas uu ishtahaynaayo uu ka cunaa addoonkaas, mid dhanaan ah, mid macaan ah, mid dhexdhexaad ah, midba noocuu rabo ayaa ilaahay uga diyaariyey subxaanahu wa tacaala. min kulli faakiha li ayi qudaar kasta ee ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala zawjaani ayaa ahaaday laba nooc. fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani aad beeninaysaan. muttaki'iina xaal ay yihiin kuwaas ilaahay ka cabsaday, kuwa ku xusuleysta oo xusulada saarta, calaa furushin firaashyaal dushooda ku xusuleysta. muttaki'iina waxaan ka xaalaynaynaa waliman khaafadii hore, waliman khaafa maxaa yeele mantaas xagga lafdigeedu waa mufrad, macnaheeda laakiin waa jamac. muttakiina xaal ay yihiin kuwa xusulaysanaya, ama waxaa tidhaahaa caamil maxduufa ku camal falayo yatanacamuuna way nicmeystaan, dadka ahluljannaha way nicmeystaan. muttakiina xaal yihiin kuwa xusulaysanaya nicmeystaan, calaa furushin firaashyaalo dushooda ku xusulaysanaya, firaashyaalkaasoo batoo'inuhaa waxyaalaha lagu cuday oo firaashka dhexda laga geliyey min istabraqin xariirta qirada weyn xaggeeda uu ka ahaaday. yacni ilaahay wuxuu noo sheegaa subxaanahu wa tacaala firaashyaalay saaranayaan dadka ahluljannaha ee muqarabiinta ah ay xusulka saaranayaan, firaashyaalkaas gudahooda waxa lagu dhex cuday waa xariir qiro weyn oo yacni adadag wey, xariirta nooca adadag ayaa dhexda laga geliyey oo lagu cuday. marka waxaa dareemaya barkimaha
ama firaashyaalka iyo joodariyaasha haddii waxa lagu cubay dhexdooda xariir ay yihiin, iyaguna maxay ka samaysan yihiin marka? Iyaguna maxay ka samaysan yihiin daahirkooda, yacni badaa'inkiya sidaas ah, dhexdooda waxa looga cubay ayaa xariir ah, korkana maxaad u malaynayn marka? Waxaan la qiyaasi karin quruxdooda, maxaa yeelay sida qaalibka gudaha iyo korka waxaa la qurxiyaa, korkaa la qurxiyaa, korkiina waa ka sii daran yahay. Wajanal jannatayni, labada janno gurashadooda miraha laga guranaayo, daanin mid dhowo oo uma baahna socod iyo istaag iyo gacantaagid, qofka ahluljannaha uma baahna, meeshiisa sariirtiisa isagoo joogo, meeshiisa ku xusulaysanayo, oo ayu qudaar noocuu doono oo iska gurana. Fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiin nicmooyinkiisa teeba tukadibaani, aad ka beeninaysaan. Fiihinna waxaa ku sugan, jannooyinkaas waxaa ku sugan, qaasiraatu darfi, aragoodu kuwa uu gaaban yahay, haween aragoodu uu gaaban yahay, oo lam yadmithunna, uusan taaban haweenkaas insun qof bini aadama hore uusan u taaban, qablahum addoommadaas muqarrabiinta hortooda uusan taaban, walaa jaannun jinnina uusan hore u taabanin. Waa haween ilaahay u diyaariyey subxaanahu watacaala, haween ilaahay u diyaariyey. Marka jannataanka fiihinna waa loo celiyaa jannataankii, oo musannahaas waxaa loogu celinaa bimacna aljamci isagoo ah, maxaa yeelay addoon walba laba janno u leeyahay, addoon walba muqaraba laba janno, laba janno, laba janno jamacay noqonayaan macna ahaan, saasaa loogu celin. Fiihinna jannooyinkaas dhexdooda waxaa ku sugan qaasiraatu darfi, haween araggoodu uu gaaban yahay. Wuxuu ku gaaban yahay calaa aswaajihinna, meel kale yacni fiirin maaya, ninkana zawjkaagana zawjka kale ka fiican, hebelaa hebel ka fiican kuma jirto, waxaasi kuma jira. Waxa ay ku qanacsan yihiin zawjka ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala, raallina ay ku yihiin. lam yadmithunna, ma taaban haweenkaas xurucaynta ah, insun insi ma taaban qof bini aadama, qablahum muqarrabiintaas hortood qof bini aadamahu ma taaban, walaa jaannun jinnina hore uma taaban, iyaga cid saas korkooda u taabatay hortood ma jirto. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiin nicmooyinkiisa teeba tukadibaani, aad beeninaysaan. ka'annahunna, haweenkaas waaba iyagoo, alyaaquutu jawharta middeeda waaweyn, iyo walmarjaanu middeeda yaryarka ah, waaba iyagoo la mida. Waxaad moodaahu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala, haweenkaas xurucaynta ah, midabkooda markaad fiirisid, libayaadihin walisafaa'i lownihin, caddaantooda iyo midabkoodu siduu saafi u yahay u dhaldhalaalayo, yaaquud iyo marjaan wayaad leeda. Korkooda ma waxaa laga sameeyey yaaquud iyo marjaan, jawhar miyaa laga sameeyey? Maxaa yeelay jawharta waxa weeye way dhaldhalaalay wayna cadda, yaaquudka iyo marjaanku way dhaldhalaalaan wayna cad yihiin. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiin nicmooyinkiisa teeba tukadibaani, aad ka beeninaysaan. hal jazaa'u lixsaani, ixsaanka abaalmarintiisu ma tahay ila lixsaanu, ixsaan kale mahan. dadkan horay camalkooda usoo wanaajiyeen, waa dad camalkoodii wanaajiyey, abaalmariskiisu ma aha marka ixsaanka, ila ixsaan kale mahan. hal jazaa'u lixsaani, wanaajin oo camal la wanaajiyey abaalmarintiisu ma tahay ila lixsaanu, wanaajin mahan. qof camalkiisii wanaajiyey ixsaankiisu asna waa in la wanaajiyey, yiri ilaahay subxaanahu watacaala. saasaana ilaahay uu ku wanaajiyey, saasuu ilaahay ugu deeqay. fabiayi aalaa'i rabbikumaa, rabbigiin nicmooyinkiisa teebaa tukadibaani, aad ka beeninaysaan. wa min duunihimaa, labadaas janno waxaa ka sokeeya, fi rutbati walmanzilati, xagga darajada, oo kuwaas aan gaarin wa, kuma nicmo dhamma, kuwaana xoogaa nicmadooda ay yarta, kuwaasaa sarreeyey, hore ilaahay noogu soo tilmaamay subxaanahu watacaala. wa min duunihimaa, labadaas janno addoommada muqarrabiinta ah oo waaweyn ay iska leeyihiin, sokadooda waxa ahaaday fi rutbati walmanzilati, xagga darajada waxaa uga sokeeya oo ka yar jannataani, laba janno haddana, oo addoommadaas addoommada ku xiga xagga cibaadada waa la kala sarreeya.
sida loo kala cibaado badan yahay, aan loo kala nicmo badan yahay aakhiro, sida loo kala cibaado badan yahay oo ilaahay loogu kala dhow yahay ayaa loo kala naciin badan yahay maalinta aakhiro. فبأي آلاء ربكما ربك النعموين كيسا تيبا تكذبان أتكبين نيسان لما داس جنو مدهامتان أقول أه يقول يعني مذوء لما داس جنو هو مذوء يعني وحوي مذوء وحلو لجيدا ولشدة الخضرة عقارك جيدها عقارك ودا أد أدران عقارك مركو أد أدران يهي كر قفك كفيري وحسلي يهي مذوء ميا جيتكن لكن حقيقتنا هو عقا مدوم معها لبدا سجنو مدهامتان اقول اه او مدو اه يعني مدو قودو ادو الدرن يهي قيدو ما مدو بيو عقاري عقار كي انتو حدك كبحي سيدا الهي اقر حنا سبحانه وتعالى ايضو مالين ايوح مدو اه لبدا جنة قيدو هدن واسدا. فبأي آلاء ربكما ربكين نعموين كي ستيباتو كذبان اتكبين نيسان فيهما لبضان جنة وكوه هراء انقارين وحا كسوغن عينان لبا البيوت لبضا سئلوضو نضاختان ابتاعي ساس ابتاعي كوه هراء كسرية محايا ليلة أن النضخ دون الجري في الرتبة والمنزلة نضخ يجري وحاسر رأي جري جري وحوي مكلا جوك سنة أخلا. نضخي يا روحوي مروا استاق مرنا وابتاع مر حالدو استاق مر وابتاع مر وابتاع مر واستاق كوي هورا النعمة بطناي مر كوي هورا سريي لأن النضخ دون الجري في الرتبة والمنزلة نضخي هو سي نضخي وابتاعي كوا قلقلها يتجريان وإلهي أكسو سفي كوا سان نعمة بطن. فبأي آلاء ربكما ربكين نعموين كيسة تيبا تكذبان أدبينيسان فيهما لبضان جنو وأدومد إسكا عادقا صالحين تلسينا يمقربين تي لكن أنا هيد لبضان جنو دحد وضو حاكسوغا فاكهة قدار سيري تي هروح اللقاء عبري فيهما من كل فاكهة نالي زوجان تنوح الإسكيري قدار إن ليه قدار تي هرات يعني وصف كدو آد واناكسنا ونعيم كدو آد أسرري فيهما لبضان جنة فاكهة قدارة كسوغن ونخل نوا كسوغن تمر ورمان رمان كنوا كسوغن أشياء هذا سأل لك تلمامي لكن كيف روح اللي يري فيهما من كل فاكهة زوجان نوع كستاء لك أهلا هالي نوع كستاء يالك أهلا. فبأي آلاء ربكما ربكين نعموين كيسة تيبا تكذبان أتكبين نيسان فيهن دحض هذا وحاء هذه جنوين كان خيرات كبدا خير معنى ذات خير هذا اللي لجده كبدا خير الصاحبة وأهل خير أي جوغو حور عين وكسوغا كبدا هاسو حسان وناكس خلقا وخلقا حق أبو رستا هي حق الدبيعة يدغن كبا إلهي أكونا جي سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما ربك النعموين كيسة تيبا تكذبان أتكبين نيسان حور هن قبلها سي حور كو إن لهو دقو مذو يهي يعني ماشا مذو أو مروح دا قطع الله مذو قاس مروح دا أي آد مذو مركب قروح دا زيادة نقنيس كواسو مقصورات لقابيي في الخيام تندوين كو دا لقابيي تندوين كاس قروح دا بضان اللؤلؤ اي مرجان كي يكسم ايسان تندوين كاس مدافية ميل كلو يعني ده هيا هل كاسا نوغو ناكسن مكان كاسا مكان كي نكو ناكسن او اي آدية اما قلبي قود اي كاشتهين ايان ملها هل كاسي كو قابنين وكو قنعسنين. فبأي آلاء ربكما ربك النعموين كيسة تيبا تكذبان اتكبين ايسان لم يضمثهن متابا ايقنا قبلها انسن روح بن آدم ومطابا قبلهم الضمد الصالحين تهرتود ولا جان جننا هرتود مطابا. فبأي آلاء ربكما ربكين نعموين كيسة تيبا تكذبان أتكبين نيسان متكئين
ينعمون والله نعمية كون هذا صالحين تأكوي هرم مقربين تأنجارين متكئين حال إيهم كوكو حصري سنايا على رفرف قئيال دشو ذكو حصري سنايا وحان معنين جمع رفرفة رفرفة أي وحلو جمعي رفرف واسم جنسي اسم جنسي وجمعي مركو وحوي قو مركو ليه هاي تراش أولية هاي أو فرقة أولية كلا الله ذا فرقة كلا الله ذا مركو أولية هاي كاسة اللغة ها وحليرة رفرف رفرف وهو يقول السرير تدن وكلا الله ذا هذا فرقنا وسيلة فرقه قرح بدل وحرير إيوه هو صلى الله ذا وعليه كاسة اللغة ها وحليرة رفرف قيال كاس فرقها له أي دشوا يكون حصل السنة يعني قيال جمع رفرفة قيال كاس خضرين عجارة وحدرين جمع عن الجوس في رفرف كأنه جمع يهي خضر انت لا تكفهم وهاي الخضر هو جمع أخضر أخضر لقول جمع يهي خضر يو عبقري قيال وهاي وعبقري بستيال أي كح السلاستا جمع عن سجن معنين وجمع عبقرية عبقرية لقول جمع يهي عبقري يفرق بينه وبين واحده بالتاء بس لماذا الجماعة انت يعني مفرد كي الجماعة تاء داسة أولا حيسوا هدو تاء اللي هو مفرد هدو تاء اللي قد داينا وحن نقرأ الجماعة واسيدة شجرة شجر بقرة إيا بقر أوكال تاسي لمت وعبقري بستياله بستيال كاسنا حسل كي سارنا وكو حسل يسنا عبقريقة السلاحان اللغة العربية وحال ديرا وحول بقو وناقيسة إيو اللليا بقروح ديسة أي عربت وحيران هذا عبقري قفك فهم ديسة مسكح ديسة إليا أضام وحيران رجل عبقري مركا وحول بقو يعني وناقيسة آد أصر رأيو أي أسالهان لديه جري عبقري لكن أولا جيدة هذا اللي قليا هاي وبستيال كاسو وعبقري بستيال أي كحو سلاسة بستيال كاسو حسان أيون وناكسن أي حصلها سارنا يا في ركوي هروح حلقت المامي أبدو مدي مقربين تا ماشي حصل كأي سارنا يا متكئين على فرش بضائنها من استبرق لي كوان لمدهن حريرته لقمشيجي حريرته لقمشيجي وحليري على رفرف خضر وعبقري حسان مركوي كلا سريان حق وصفه النعيم أي كوكا سريان متكئين حاليهن الله نعمه ينعمون والله نعمه متكئين حاليهن كوكو حصولي سنايا على رفرفين قياله دشو فرق له قيال كاسو خضر عقارا يو عبقرين بستيال كو حصولي سنايا بستيال كاسو حسان ونوناكسا فبأي آلاء ربكما ربك النعموين كيسا تيبا تكذباني أتكبيني نيسان تبارك اسم ربك ربك مغي عيسى سريي ربك اسمغي عيسى ايا سريي ربك اسو ذي الجلال وينك ايا والإكرام كرامينت صاحبك ساسو إلهي أكرامي الضومدي سكعب صلاة ساسو إلهي أكرامي يا الله سبحانه وتعالى.